أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قال ابن القيم رحمه الله: وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوته. السؤال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالتجويد الذي نعرفه الآن؟ تجويد يراد به السلامة من اللحن، السلامة من اللحن في القراءة، بأن لا يكسر المنصوب أو يرفع المجرور أو يخالف الوجه النحوي. هذا هو التجويد الواجب الذي لا بد منه. أما التجويد بمعنى الإدغام والغنة والمد هذه محسنات ليست واجبة، والمبالغة فيها لا تجوز. الأحسن الاعتدال، وهذا سيأتي إن شاء الله. الأحسن الاعتدال في القراءة، اعتدال، لا هذرمة وهذ ولا تمطيط. نعم.